طيب خلونا ننتقل لخبرنا الثاني. أزمة جديدة تواجه الفنان محمد رمضان الملقب بالأسطورة، خصوصا بعد انتشار وتصريح مقطع للطيار أبو اليسر اللي تعرض للفصل ومنع من مهنة الطيران مدى الحياة. والسبب كان تصوير الفنان محمد رمضان داخل قمرة القيادة بدون استئذان. طبعا قال محمد رمضان في آخر لقاء له أنه لا يرضيه فصل الطيار وحرمانه من مهنته وأنه مستعد للتعويض. يمكن الآن احنا جالسين نشوف الفيديو اللي تم فصل الطيار أبو اليسر بسببه. يعني كل يحب يشوف من جد المقدورة حقة الطيار، كل يحب يشوف إيش الأشياء الغريبة اللي موجودة. دخلت مرة بس أنا استأذنت والله. شوفي إحنا يمكن كلنا مرينا بتجربة إننا دخلنا المقصورة، ولكن الفرق اللي سواه محمد رمضان إنه دخل وجلس في الكرسي حق الطيار وقاعد يسوق الطيارة وشهر كمان. طبعا يا رندا من هنا بدأت أزمة التصريحات بعد إنه يقال وليس أكيد يعني إنه الطيار أبو اليسر طلب مبلغ 9.5 مليون كتعويض، وقام بعد هذا التصريح الفنان محمد رمضان باستشارة الجمهور في مقطع طالب فيه التعقل في طلب تعويض وعدم المبالغة. نعم، يمكن إذا شفنا واحد ينزل مقطع والثاني يرد، واحد بالضبط ينزل مقطع هو أنكر أبو اليسر أنكر إنه هو طلب هذا المبلغ. أنكر شوفي هذا هو الموضوع. ينكر ومحمد رمضان يأكد. احنا للآن ما احنا فاهمين صراحة الأزمة هذه كيف، بس انه انفصل هو اكيد انفصل، لكن ادخل كلنا مرينا بدل المرحلة ودخلنا صراحة، خاصة إذا كانت المسافات طويلة والسيارة يعني إحلال وحزن عليك وانت نايمة وكانت مسافة مرة طويلة فيحزن عليك الطيار يقول تعالي ادخلي تشوفين كيف سبحان الله السماء النجوم يعني أشياء مرة 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 يعني خيال. لكن لا تشهرين لا تصورين لا تحاولين تأذين الناس أنه ممكن في رزقهم طبعا تقطعين رزقهم مزبوط. يعني هذه الأشياء أحس مرة مرة مهمة أنه الواحد لازم ينتبه عليها. يعني إحنا نتمنى أنها تتحل هذه الأزمة، بس أنا استغربت من طلب الأسطورة أنه أخفوا علي في رقم التعويض. ما أنت نمبر ون يا أستاذ محمد، بسم الله، ما أنت اللي جايب نفسك الكلام. بسم الله الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد من جد. خلينا ننتقل.